بحب انوه للساده المواطنين، الناس اللي دايما بتبقى مش عارفه تشتكي فين، بالنسبه لما بتدخل اي صيدليه وبتبقى بتحاول تشوف عندك حصلت مشكله داخل الصيدليه، الصيدلي امتنع عن بيع الدواء وانت عارف ان الدواء ده موجود عنده جوه الصيدليه، عايز ترجع دواء والصيدلي مش عايز يرجعه لك، اكتشفت ان الدواء اللي انت واخده من الصيدليه ده منتهي الصلاحيه او في اي مشكله حصل معاك جوه الصيدليه، الرجاء التوجه الى اداره الصيدله، تفتيش الصيدلي تحت قياده الدكتوره ابتسام وقياده الدكتوره سيده علي مشرف. تمام، الخط الساخن الموجود عندنا 092-293-622. تمام، اول اتصال هاتفيا شخصيا على الرقم الهاتف الخاص بي 010-765-03. بالنسبه لاي حاجه تخص اي شيء بتابع الصيدليات سواء العامه او الحكوميه، يعني حضرتك لو حصلت معاك مشكله داخل صيدليه حكوميه او صيدليه عامه، الرجاء التوجه الى اداره الصيدله. تمام، قسم التفتيش والترخيص.